اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم جبت لكم واحد العرض ديال واحد المنزل في السونتر ديال مدينه حد السوالم. عندك مولاي اول حاجه عندك باركين ديال السيارات وعندك الشارع دوبل فوا، حداك مخبزه، حداك القهوه. تفضلوا معايا، منزل للبيع إيربليس 3 طبقات، وعندك مولاي المجازة. تفضل معايا اخوان اخواتي. بالنسبة هذا المنزل خدام 100%، بغيتي ديروا قهوة يعني خدام 100%. عندك مولاي مخبازة، عندك السدة، وعندك 3 طوابق. المحل خدام 1000%. مجازة كاري راسها، غدا طلع كسب عند النوطير هبط كري. تبع معايا الشرح مولاي. عندك مولاي الطواليت، عندك هنايا تبارك الله ما شاء الله. عندك مولاي سري دوات، تخدم قهوة، تخدم أي حاجة. عندك مولاي السدة، نطلعو لها دابا. هادي هي السدة، مساحة 120 متر، تمن 370 مليون سنتيم، قابل شي شوية. وغادي نوريكم شقة واحدة، حيت يمكن لياش نوريكم الطبقة الأولى والثانية، حيت الدار عامرة. غادي نوريكم تروازيام ايطاج اللي خاوية، نصف صالة نصف فينيسيو. نوريكم مولاي الشارع، عندك الشارع دوبل فوا، عندك بوتيكه ديال الحوايج هنايا، وعندك المخبز. اخوان هادو المغازات، عندك جزري دوات، تفضلوا معايا. هي الدخله ديال المنزل، يا فتاح يا رزاق يا بسم الله توكلنا على الله. نتلاقاو في الطبقة الثالثة، تفضلوا معنا اخوان اخواتي. احنا وصلنا للشقة، هذا هو الباب ديال الشقة. عندك مولاي لا موزيك، الضوء الكتريك، تفضلوا معايا. عندك الصالون على اليسر، دار كبيرة تبارك الله. وعندك على اليمين حمام، لكويزين، وجوج غرفات. بالنسبة للمجازة كاري راسها، الكوزين تبارك الله قداش، الله الله، شوفوا. عندك هاد الشاشة كيشوف لاكور، تبارك الله ما شاء الله. الغرفة الأولى تبارك الله، غرفة كبيرة فيها البلاكار. غادي نمشيو للغرفة،
غرفة كبيرة اللي فيها صندوقه. الغرفة النوم تبارك الله، ترى الدارة كبيرة وعندك إطلالة مولاي على السونتر فيه. الله 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 الله، قريبك مدارس وعندك الشارع دوفلفا وعندك حسب باركين. $370 million قابل للتفاوض، منزل للبيع في السونتر ديال مدينة حد سوالم، 220 متر. واش نشوفو الصداع؟ عندك ثلاث طوابق بالنسبة للمكازا خدامة 100%، والشمشم مولاي والسونتر بيل. عناكم الله والله يعاونكم اخوان. دابا حنا في السطح، هذا هو السطح مولاي. اللي بغى يتواصل معايا 0662 08 91 12. عناكم الله والله يعاونكم والله يسخر الجميع. تبارك الله ما شاء الله، 370 مليون سنتيم مقابل شي شويه. الله يسخر الجميع.